النهارده وقع دكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس بروتوكول تعاون مع مؤسسه فاهم للدعم النفسي برئاسه السفيره نبيله مكرم للاستفاده من الكوادر العلميه المتخصصه في الطب النفسي ضمن انشطه المؤسسه لكسر وصمه العار من المرض النفسي. خلونا نشوف هذا التقرير. أنا سعيدة النهاردة بالتواجد في مقر جامعة عين شمس. بشكر دكتور محمود المتيني الحقيقة على الاستضافة الكريمة والتعاون الحقيقة اللي بيبدأ بعد النهاردة بعد توقيع بروتوكول تعاون ما بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي وجامعة عين شمس. بالتأكيد وزي ما القيادة السياسية الحقيقة دايما بتقول أنه البعد الأكاديمي في أي شغل من شغلنا لابد أن احنا نحطه بعين الاحتبار، لأنه الحقيقة احنا بنشوف المجتمع بيئن من إيه، بيعاني من إيه، وبالتأكيد أنه ملف الصحة النفسية بيأتي في مقدمات هذه الملفات. النهاردة لما اتكلمت مع دكتور محمود وأيضا مع السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس اتكلمنا على الأمور اللي لابد أن احنا نستفيد من خبرتهم فيها داخل هذه المؤسسة. مجموعات الدعم اللي بتقدمها مؤسسة فاهم للدعم النفسي للأمهات اللي بيطلبوا بالتأكيد نصائح من الدكاترة أو الأطباء المتخصصين مش عارفين يروحوا فين، احنا بنعمل مجموعات دعم وبنلجأ لهؤلاء الأطباء يشاركونا في هذه المجموعات طبقا طبعا للمرض اللي احنا بنناقشه كل مرة، وبيجوا بيدلوا بدولهم وبيردوا على استفسارات الأمهات. النهارده احنا سعداء بنوقع بروتوكول مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم لمؤسسة فاهم ما بين مؤسسة فاهم وما بين جامعة عين شمس. الحقيقة موضوع الدعم النفسي احنا من أوائل الجامعات، من عشرات السنين عندنا مركز للدعم النفسي داخل كلية الآداب. طبعا عندنا مراكز للعلاج النفسي في كليه الطب، مركز الدكتور احمد عكاشه مركز رائد ومن اكبر مراكز مش في مصر في الشرق الاوسط، لكن احنا عايزين نفرق بين حاجتين، العلاج النفسي والدعم النفسي. الدعم النفسي موجود في كليه الاداب، في كليه التربيه، في كليه البنات، واحنا رشحنا لمؤسسه فاهم اللي احنا فخورين بيها الحقيقه، وبنشكر معالي الوزيره على هذه الفكره الرائده للتوعيه اللي فعلا قد تكون ناقصه في مجتمعاتنا بشكل كبير. هي جمعيه اجتماعيه معنيه اكتر بالدعم النفسي والعلاجات اللي هي فيها او التدخلات اللي فيها احاديث واستماع ونصح وخلافه، ودايما يظل في الظهير موضوع الطب النفسي.